أحسن الله إليكم الشيخ يقول هذا السائل أمرني الطبيب المعالج بتناول كثير أو من الثوم والبصل خلال علاجي لمدة شهرين كمساعدة على العلاج فكيف يكون وضعي في الصلاة في المسجد مأجورين نعم استعمله قبل أوقات الصلاة بمدة بحيث تذهب رائحته لا تأكله عند الذهاب الى المسجد كله بوقت متقدم واستعمل ايضا الروائح التي تزيل او المواد التي تزيل رائحه الثوم والبصل مهما استطعت نعم